تمام. فاحنا ايه قبل ما نعمل الريكورد اتكلمنا شويه عن ان مصطلح السوفت وير انجينيرنج ده شويه كده في شويه غموض، يعني هو انجينيرنج ازاي واحنا مش مهندسين بندرس انجينيرنج؟ يعني كلمه ربط السوفت وير بالانجينيرنج ده، كلمه انجينيرنج دي ايه هدفها هنا، او ايه اللي خلاها تتحط كده؟ خلاص، فقلنا في ناس ممكن تفتكر ان السوفت وير انجينيرنج ما هو الا اسم شيك بدل ما نقول ديفلوبر او سوفت وير ديفلوبر او بروجرامر، خلاص زي ما كان زمان هو ده، يعني بتشتغل ايه، عايز تشتغل ايه لما تتخرج، مبرمج. فلغاية دلوقتي في حد تقول له عايز تشتغل ايه، ديفلوبر، ويب ديفلوبر، موبايل ديفلوبر، مبرمج وخلاص، وتلاقي واحد برضو معاه يقول انا عايز ابقى سوفت وير انجينير. فهل دي حاجتين مختلفين ولا هما نفس الحاجة بس دي اسم أشيك كده علشان لما نطبع كارت يتقال أنا سوفت وير انجينير؟ خلاص، ممكن يكون في فرق وممكن ما يكونش، يعني ممكن يكون مفروض يكون في فرق بس الواقع إن ما فيش فرق، وممكن يكون في فرق في الواقع إحنا عايزين نتناقش فيه. وعموما لما حد يقول أنا سوفت وير انجينير أو لما أنت تبقى عايز تبقى سوفت وير انجينير، ايه هي السكيلز؟ الناس متوقعه منك ايه في الشركات؟ احنا بس من اهداف الكورس ده يعتبر الى حد كبير، في ناس تفتكر ان هو كورس نظري، يعني طبيعه الطبيعه المفاهيم اللي بتدرس محتاجه شويه كلام وتعريفات وكده، فناس بتروح في سكه ان ده كلام نظري مش عملي، مع ان هو في الحقيقه مفروض ان هو يساعدنا اننا نسد فجوه بين اللي بندرسه في الكلية يعني وبين الحياة الحقيقية بقى اللي فيها شغل وشركات وكده. خلاص، واحنا عندنا assignment هتعملوه في خلال الأسبوع ده، هتفكروا فيه وانتوا بتكتبوا، يعني هتفكروا كتير في موضوع الفجوة دي، وهتدوروا بقى وتقروا وتشوفوا عشان تطلعوا لنا حاجة ليها معنى في موضوع الفجوة دي. فعموما كده خلونا نبدأ بإن انتوا نفسكم تقولوا رأيكم، يعني ايه سوفت وير انجينيرنج؟ حد كده وجهة نظر كده، مش لازم يكون حاجة يعني دقيقة او مفيش حاجة صح او غلط دلوقتي خالص، كلها افكار بحيث ان انا افهم انتوا بتفكروا ازاي، فاعرف المفروض ان انا اديكم ايه. خلونا نبدأ كده بعمر، قول لي كده اي حاجة كده في الموضوع ده. اولا، هل انت ناوي تشتغل software engineer؟ ايوه ان شاء الله. طب كويس، ليه بقى هتشتغل software engineer؟ عشان هو احسن مجال يعني ممكن الواحد يشتغل فيه، هو التخصص اللي انتوا فيه، يعني هو تخصص كليتكم اكتر حاجه انه يبقى سوفت وير انجينير. ممكن نقول ممكن في واحد يبقى كمبيوتر ساينتست عالم، صح؟ ايوه. طيب انت تختار ايه، تبقى سوفت وير انجينير ولا كمبيوتر ساينتست؟ لا، السوفت وير انجينير احسن. في ايه بقى؟ انا معنى كده انك عارف هو ايه فبتقول ان هو احسن، يعني او في مفهوم معين ليه في ذهنك. هو يعني ليه علاقة أكتر بالبرمجة ولغات البرمجة طب خلي بالك، انا يعني له علاقة بالبرمجة، طب في فرق بينه وبين السوفت وير ديفلوبمنت او بروجرامينج من وجهة نظرك يعني؟ لا، مفيش فرق بينهم. كده احنا معانا طالب بيقول ان هم نفس الحاجة. طب هل في اي حد متخيل انهم ممكن يكونوا في فرق بينهم؟ اه يا دكتور، محمد احمد اتفضل. طب ادينا انت وجهة نظرك، ازاي ممكن يفرقوا عن بعض في ايه؟ هو سوفت وير انجينيرنج يعني مثلا عبارة عن أكواد وأنا اللي بعمل الأكواد دي، لكن التانية ممكن تكون جاية عبارة عن أكواد وأنا اللي أكتبها يعني. ما هو انت بتكتبها، يعني انت بتعملها، ولا انت تقصد ايه؟ لا يعني بتجيلي زي جاهزة وأنا اللي أكتبها يعني، لكن التانية ببقى أنا اللي أعملها بنفسي. يعني من الهوا سوفت وير انجينيرنج، كأنك انت عايز تقول كده ان السوفت وير انجينيرنج انا بعمل ديزاين، صح؟ يعني ما فيش حاجه اصلا موجوده، في بروبلم مثلا، صح؟ اه في بروبلم، واحد يقول لك انا نفسي
المطعم بتاعي ده اعمل له برنامج، مش كده؟ اه تمام. فانت بتخرج من هنا، هو ما قالكش معكش اي حاجه، فانت بتعمل انت الديزاين وبعدين بتعمل له كودينج، صح؟ اه بالظبط كده. ده بالنسبه لك السوفت وير انجينيرنج. اما البروجرامنج، الديفلوبر، الديفلوبر رول ده ان واحد مجرد بيكتب كودر، بيكتب كودر لحاجه مدينها له، اه بالظبط. for a design given to him. طيب يبقى ده رأي ايه؟ رأي معتبر، هو مش رأي طبعا دقيق 100%، لكن هو بيديني فكرة ان السوفت وير انجينيرنج من وجهة نظر الباشمهندس محمد هو اشمل من الديفلوبر. الديفلوبر هو مجرد انه بيكتب كود. طب ايه احسن؟ انت نفسك تبقى ايه بقى؟ نفس باشمهندس محمد أكيد سوفت وير انجينيرنج يعني، علشان ايه؟ والله مش عارف. مش عارف؟ اه طيب استنى، طب خليك انت معايا دلوقتي. طب تفتكر لو انت هتبقى سوفت وير انجينير، مفترض متوقعين تبقى عارف ايه السكيلز، تعرف تعمل ايه؟ مش عارف والله. مش عارف. طب نسمع مصطفى. أعتقد يا دكتور إن إحنا بنطور أكتر ما إحنا بنعمل، يعني أنا معايا حاجة أنا مطورها، هي حاجة أصلا على أرض الواقع بس أنا بطورها بس. بتطورها. طب افرض يعني حاجة مش موجودة أصلا، يبقى ده ديفلوبر الأول يعملها وبعدين سوفت وير انجينير يستخدمها بعد كده عشان يطورها. لو عايز يستخدمها بعد كده، لكن هو مش حاسس ان هو بيبتكر مثلا، اللي هو مين؟ مش عارف، ممكن يكون معلومه غلط. مين اللي مش بس بيبتكر؟ فيلم السوفت وير مش بيبتكر، لكن الديفلوبر بيبتكر. ديفلوبر اه طبعا، هو اللي بينشئ، ممكن السوفت وير يطورها اكتر. تمام. يعني مش قوي برضو، هنفهم مع بعض برضو بعد كده، وممكن نبقى نرجع للفكرة دي ونشوف هي مظبوطة ولا لا. هو السوفت وير انجينير عنده في مهامه ان هو حاجة موجودة اصلا ويشتغل عليها، ان هو يحل مشاكلها، يعمل لها ما يسمى صيانة او مينتننس. تمام. فدي زيادة عن موضوع الديفلوبر. يعني كان في حد رافع ايده دلوقتي؟ طيب اي حد كده، لو حد مثلا فيكو يقول لي. احمد عبد الرحيم اتفضل. كنت هقول يا دكتور ان السوفت وير انجينيرنج يعني هو اللي بيعمل تيستنج للكود، يعني برافو. هو اللي بيشوف دينة الكود، يعني بعد ما بيبرمج الديفلوبر يعني بيشوف ايه احسن حاجة ايه. يعني برضو انت في نفس الاطار ان الديفلوبر بيعمل حاجة صغيرة والسوفت وير انجينير حاجات حواليها بقى، صح؟ اه يعني علشان اه يبقى ده نقدر اننا نستفيد بقى من الكود ده ونبيعه وناخد فلوس والناس اه تستخدمه في حياتها وكده. طيب خليك انت معايا وقول لي كده، طب لو كان الحاجات اللي انت بتقولها دي، يبقى ايه هي المهارات اللي مطلوبة من السوفت وير انجينير؟ او انت لو هتشتغل الشغلانة دي مفروض تعرف ايه؟ والله انا مش عارف يعني، بس انا اعتقد يعني هي السوفت وير انجينيرنج هي عباره عن، هي الحاجه الكبيره اللي بتبص على ايوه. انا الديفلوبر وكده اتعلم وتشوف. ايه علشان اشتغل سوفت وير انجينير؟ يعني اديني كده حاجه امشي عليها علشان اتعلم ايه. اكيد اتعلم برمجه مثلا. ما اه هو لازم يكون متعلم بروجرامنج عشان وايه يبقى تاني؟ بس اكيد مش لوحدها بقى، في حاجات تانية. بروبلم سولفينج مثلا، لازم يبقى كويس في البروبلم تمام سولفينج. ممتاز. انت كويس في البروبلم سولفينج؟ بتحاول لا تبقى مش كويس؟ والله اه بتحاول بحاول يعني بتعمل ايه؟ اه الحمد لله بتحل ما شيتس؟ كود فورسز، ما ماشي كويس، برافو بحل شيتس عليك، على كود فورسز ممتاز. يبقى دي حاجة يعني. مهمة، البرمجة والبروبلم سولفينج، بس مش كفاية. مين تاني يقول لنا حاجة؟ وليكن توني، هو اتكلم في أول المحاضرة قال لنا سجله وبعدين اختفى.
دكتور انا يعني مش قوي يعني مش عارف يعني عبارة عن ايه. طب ثواني بس، انت دلوقتي ناوي تشتغل في المجال بتاع تخصصك ده لما تتخرج، ولا في دماغك مجال تاني؟ يعني احتمال كبير لا. هتشتغل في حاجة تانية يعني. اه تمام، ممتاز جدا. نسأل محمد أشرف. تمام يا دكتور. انت برضو هتشتغل في المجال ده ولا في مجال تاني؟ انا مجالي مجال السوفت وير والانجينيرنج وكده، ولا هتشتغل في حاجة تانية؟ لا الديفلوبر. ممتاز. ديفيلوبر بقى ولا سوفت وير انجينير؟ انت شخصيا يعني تفتكر نفسك شايف نفسك ايه اكتر؟ لا ديفلوبر. ليه بقى ما قلتش سوفت وير انجينير؟ يعني انت هل انت ما قلتوش لانك مش فاهم اصلا ايه الفرق، ولا انت لا فاهم ولا مش لا فاهم؟ هو انا يعني لا عندي يعني وجهة نظر يعني لا حلو قوي، يعني شايفها يعني قولها لنا بقى، هو اشتركها دي يعني معانا. الديفلوبر هيبقى اسهل اقل يعني هتعلم حاجات اقل اسهل. تمام تمام، يبقى يعني محمد لغة اشرف. بقى محمد اشرف هو ادانا هنا حته ان الديفلوبر شغلانه اسهل، صح؟ محتاج بس لغة برمجة وداتا ستراكشر شوية بروبلم سولفينج مش كتير كده مش كتير. ليه؟ على اساس يعني ان الشغل ايوه مش عميق قوي يعني، بتعمل اه بتجيب حاجه من داتابيز وتحطها على الانترفيس وكده يعني، تمام صح؟ بس خلي بالك ان ده له ليميت معين، الشغل ده مش مفتوح يعني، هتبقى ليك نهاية في الايه، في المرتب، في المكان اللي تقدر تشتغل فيه. ايوه لو عايز اسوي طبعا انا هحتاج هكتب مهارات برضو، اكتر. هو قال هنا مع انه ما قالهاش في سياق السوفت وير انجينيرنج، بس قال حاجات داتا ستراكشر تأسيسية زي الداتا ستراكشر وبرضو والداتا السوفت بيز. وير ايوه السوفت قول. وير بيكون ملم بأنظمة التشغيل ويندوز ولينكس والكلام ده، انما المبرمج يعني مش محتاج حاجة زي كده. تمام، يعني هو الكلام يعني ماشي في سكة ليها وجهة نظر يعني معتبرة، بس هو مش كلام دقيق طبعا يعني، في خلط كتير، بس مش مشكلة يعني. بس المهم ان مبدئيا كده اتضح ان في كذا حد منكو عنده تفريق بين ديفلوبر، وفاهم شوية ان الديفلوبر مهامه، او هو يعتبر جزء من فريق اكبر يعني، او من مهمه هي جزء من مهام اكبر عشان يبقى عندي بروجكت بجد شغال. فانا عندي السوفت وير انجينير وعندي الديفلوبر، تمام. طب السوفت وير انجينير بقى يزيد على الناس دول في ايه؟ خلونا نسأل حد تاني كده، وليكن أمنية. هي طبعا ايه، هنبتدي بقى الناس اللي ايه بتكتب اسمها وتمشي دي. بسمة، ايوه يا دكتور. ايه معنى السوفت وير في ذهنك انت لما بتسمعي الكلمة دي؟ بتحسي بايه؟ هل هو مجرد مبرمج ولا في حاجة تانية؟ إيه مش عارفة، بس يعني هو بيطور شوية في مجال البرمجة، في نفس الوقت ممكن يبقى في تطوير في مجال الديزاين مثلا. ديزاين ده زي ما قال قبل كده حد. تمام، محمد طلعت. وجهة نظرك ايه؟ محمد طلعت. بيكتب حاجة ده المايك. في مصطفى هنا كاتب أقرب حاجة عندنا في الأكاديمية السوفت وير زي الاي تريبل اي. تمام، ياسين محفوظ كان كاتب لحد رسالة بتقرا من جوجل. فين ياسين؟ موجود يا دكتور. مين اللي كان بيقرا من جوجل؟ نعم انت كتبت هنا بتقرا من جوجل، كتبتها لمين؟ كنت ناوي تكتبها لمين؟ هو عيب انه يقرا من جوجل؟
فاكر والله مين كان بي العيب انه يقرا من ورقه غيره في الامتحان. لا مش عيب بس هو. طيب نسمع نسمع كمال. ما سمعناش صوت كمال النهارده. يا دكتور انت ناوي تشتغل ايه؟ انت قلت لنا ولا ما قلتلناش؟ لا للامانه ما قلتش. مش عايز تشتغل سوفت وير انجينير ولا عايز؟ هو انا لسه ما قررتش بس الامانه انا تفكيري بنسبه اكبر ان انا اشتغل بره المجال بتاعي. ممكن استفيد من المجال بتاعي بس يعني شغل الاساسي هيبقى بره المجال. بس انا عارف الفرق ما بين السوفت وير انجينيرنج والسوفت وير ديفلوبر. المفروض السوفت وير انجينيرنج بيبقى بيعمل الاساسيات وبيعمل فيما يعتبر الكود كله، والديفلوبر بيجي يحط مثلا. ماشي انت كده برضو كدا انت بتقول كله. انت قصدك برضو ان هو بيصمم السيستم على بعضه كده. والديفلوبر بيجي يحط تعديلات او ابديتس او بيزود بيحط التاتشات او اللمسات الاخيره بس مش اكتر. طيب احنا برضو كنا من شويه في محاضره زمايلكو كانوا برضو قالوا الديفلوبر ده بيعمل كودينج والسوفت وير انجينيرنج هو البروجكت بقى وتنظيمه، وانتوا زودتوا كلمه تصميم وده كلام جميل خلاص. وبعدين كلمه انجينيرنج هم قالوا لان الحاجات اللي فيها تنظيم ديت بتعبر اكتر عن الهندسه. ده كان وجهه نظر بعض زمايلكم في الايه في الجروب اللي قبلكم يعني. ولما جينا نقول قلنا لهم ان خلوا بالكم ان شغلانه الديفلوبر ديت في المناقشه بتاعتنا يعني الى حد ما في خطوره ان واحد يكتفي بالشغلانه السهله، لان الشغلانه السهله ده طبعا باعتبار ان في فرق وباعتبار ان الديفلوبر اسهل من السوفت وير انجينير يعني. فبيكون في دايما حدود للايه للسقف بتاعه الشخص اللي بيشتغل ديفلوبر ده. مثال انت وانت متخرج صغير كده مش هتاخد بالك انك انت لو اخترت الاختيار ده طب بعد 10 15 20 سنه هتبقى شغلتك ايه خلاص يعني. هل انت هل حد فيكم مثلا يعني قابل اي حد في حياته قبل كده عنده حاجه و50 حاجه و60 سنه وساله انت بتشتغل ايه؟ قال له انا بشتغل مبرمج. انت ممكن تقابل ناس كتير صغيرين في السن يعني مثلا 20 سنه 25 سنه 30، لكن هل قابلت حد كبير كده شعره ابيض وقال لك انا مبرمج؟ يعني في الغالب كده ان شغلانه المبرمج ديت هي ليها سقف محدود شويه يعني. لو كانت شغلتك بالتفسير اللي انتوا قلتوه ده ان المبرمج هو شخص ما بيصممش، هم بيدوله يقولوا له اعمل لنا الفانكشن دي، اعمل لنا الكلاس ده، اكتب لنا الميثود دي، غير لنا الكود ده عشان يعمل كذا، شوف لنا الكود ده مش شغال ليه، غير لنا الكود ده عشان. فلو هي دي شغلانه المبرمج ان في حد بيديله وهو بيشتغل، فدي اكيد هتبقى ما فيهاش يعني مدى كبير من التطور. كل اللي فيها ان هو بيشتغل بلغه برمجه، تظهر لغه برمجه جديده يتعلمها عشان هيشتغل بيها في مكان تاني وكده، لكن اكتر من كده هو مش. فيعني الشغلانه دي نفسها في حد ذاتها كده وجودها نفسه محل شك في اي شركه محترمه يعني. ان واحد كده كل شغلته في الحياه انه يبقى ديفلوبر بس بالمنطق اللي انتوا قلتوه او اللي انتوا شرحتوه انتوا زمايلكم، يعني ممكن اصلا نتكلم هي موجوده بالشكل ده بالمفهوم ده ولا مش موجوده. وانا صغير كان ايه كان في فعلا كده، ما كانش يعني يعني وانا صغير كان كنا واحنا طلبه بنسال ناس شغالين، فكان في دايما الكلمه دي سمعتها كذا مره وانا طالب ان خلي بالك ان البروجرامر ده اخره كده في شغلانه الديفلوبمنت دي 7 سنين وبعدين يروح مستشفى المجانين او يبدا يتعب تحصل له مشاكل نفسيه نتيجه هم بيقولوا انها شغلانه بتحتاج مجهود ذهني فظيع وفيها مشاكل. واحنا هنتكلم على الكومبلكسيتي بتاعه الكود السوفت وير عموما في المحاضره اللي جايه، مش المحاضره دي، الاسبوع اللي جاي. لكن يعني الى حد ما كده مفهومنا اصلا على فكره البروجرامر ان هو واحد مش بيعمل الديزاين بيعمل الكودنج بس، دي مشكوك اصلا في انها موجوده بالشكل ده. ولو موجوده
مشكوك إن حد يقدر يشتغل فيها وقت طويل، تمام؟ ولو اشتغل فيها وقت طويل ده معناه إن هو في مكان صغير، يعني واحد بيقلب عيشه كده فريلانسر على النت، لكن يعني له دايماً ماكسيمم كده، ماكسيمم السقف بتاعه واطي شوية وما يقدرش إن هو يأمل، يعني في لازم يعيش، لازم يغير مجاله بعد فترة. طيب السوفت وير انجينير احنا كنا بنتكلم على ايه المهارات اللي محتاجها، فزمايلكم في المجموعه اللي فاتت قالوا شويه كلام اكتر شويه، قالوا محتاج طبعا عشان يبقى سوفت وير انجينير غير البرمجه والبروبلم سولفنج والماثيماتكس والكلام ده، فقالوا شويه كلمات منها كلمه اجايل. حد فيكم سمع الكلمه دي قبل كده؟ الكلمة دي في حد فيكم سمعها قبل كده؟ أجايل. لا محدش سمعها خالص، كلمة جديدة علينا. طب أمال زمايلكم عرفوها منين؟ هو دايما جروب A و B بيبقى أشطر شوية ولا هو كده يا صدفة؟ هنعتبرها صدفة. فيبقى في شوية حاجات بقى، يعني في إضافة للي احنا بنعرفه زي لغة برمجة Object Oriented والكلام ده، ففي حاجات تانية، سكيلز تانية ومعرفة تانية محتاجين نعرفها، لأن هي دي اللي الشركات مستنياها مننا لو هنبقى Software Engineers. تمام. طيب فخلونا نقول كده، لو انت طالب في كمبيوتر ساينس، هنفترض يعني ان انت ايه عندك هدف انك انت تأسس نفسك كويس وبعدين تشتغل سوفتوير انجينير، لان هو ده الترند دلوقتي كويس. فالفاونديشنال كلاسز اللي عندك هي البرمجة والبروبلم سولفينج والحاجات اللي حوالين الكلام ده، زي كورسات الماس اللي ليها تطبيقات كتير، والداتا ستراكشر والالجوريثم اناليسز والكلام ده. خلاص دي كده، لو انت بقيت شاطر في الكلام ده هتبقى قادر ان انت تبقى في الفيلد بتاع الكمبيوتر ساينس، تكمل بقى تاخد اوبريتنج سيستم وكومبايلرز وتاخد ماشين ليرنينج واي اي والكلام ده، وتبقى زي ما بيقولوا عليك كده عالم ساينتست. ممكن يبقى مكانك كده لو انت ده هو اخرك، هو هيبقى مكانك في الريسيرش، جامعة، مكان أكاديمي يعني. خلاص، أو يكون بوزيشن معتمد على إن ريسيرش اللي هي بيسموها الـ R&D positions في الشركات الكبيرة، يبقى أنت شغلك إنك أنت تعرف إيه الطرق الجديدة وإيه النظريات الجديدة وإيه بنستخدم كده، فيبقى ده البوزيشن بتاعك نفسه في الشركة، ريسيرش أو ساينتفك position. لكن الغالبية العظمى من الشركات منتظرة من واحد خريج حاسبات أو علوم حاسب إن هو يبقى قادر إنه يشتغل الشغلانة دي بقى، software engineering. فهو بداية كده دي كلها الكلمات اللي أنا كاتبها دي كلها رؤوس موضوعات ما ينفعش واحد يبقى software engineer وما يكونش عارفها، ما جاتش عليه خالص. أهمها طبعا وأبسطها إنك تبقى بتكتب كود Object Oriented. في بعض الأماكن فعلا الطلبة بتتخرج ما خدتش خالص Object Oriented، ما بيكتبش كود، ما بيقدرش يصمم Application كده في كام كلاس والتفاعلات ويكتب Method ويعمل Inheritance والكلام ده. فده في المشمش يعني إن هو يشتغل شغل حقيقي. ومع ذلك ففي في السوفتوير في طرق تانية لتنظيم الكود غير الأوبجكت أورينتد بدأت إنها تكتسب يعني popularity among the community بتاع software engineers، الناس اللي هم البروفيشنال بقى اللي شغالين في الشركات، بدأ يبقى في كده إيه دعوات إن إحنا نستخدم طرق غير OOP خالص. أنت لازم تكون عارفه طبعاً، بس لأن أنت تستخدم libraries كتير جداً، يعني في حاجات كتير جداً في لغات البرمجة المنتشرة دلوقتي متنظمة ككلاسز، وكلاسز بتورث من كلاسز وكده، فانت غصب عنك لو هتعمل موبايل ابليكيشنز او ويب ابليكيشنز او ديسكتوب ابليكيشنز
على اي بلاتفورم يعني هتلاقي ان الاو او بي ده شيء اساسي، حتى لو انت ما بتصممش برامجك انت من الاول بيه. في حاجات زي الفانكشنال بروجرامنج بتحاول ان هي تدي طرق بديله خلاص علشان تحسن بعض المشكلات بتاعه الاو او بي في التستنج وغيره يعني. لكن الكلمه المهمه عندنا في الكورس ده، اهم كلمه عندنا اللي هي تساوي السوفت وير انجينيرنج حاليا، هي الاجايل، الاجايل ميثودز خلاص. وعشان كده هي هنفرد لها جزء كبير، وديت ما ينفعش ما تتقالش او حد يتخرج مش عارفها الا لو ما فيش اصلا في المنهج بتاعه ماده زي السوفت وير انجينيرنج. وفي برضو في الوقت الحالي بقى الشركات بتهتم جدا بالناس اللي بتشتغل او اللي فاهمه الديف اوبس وتعرف تولز من التولز اللي بتستخدم في الاطار ده. وطبعا بيبقى في حاجات احنا مش متعودين عليها قوي واحنا طلبه ان احنا نعملها، زي التستنج بتاع الكود بتاعنا عاده بنعمله بشكل عشوائي يدوي مش محكم. انك انت اصلا مش بتعمل تستنج وانت بتدرس في الكليه غير لو انت كتبت كود وما اشتغلش، ساعتها بتضطر انك انت تعمل تستنج ليه يعني. لكن في المعتاد احنا التستنج نفسه وازاي يتعمل بشكل بروفيشنال ده متوقع ان تكون مهارة عند السوفت وير انجينير. يعني لو انت بتستخدم جافا وبتكتب كود او او بي فطبيعي انك تكون عارف الجي يونت، تعرف تعمل تستنج، اوتوميت التستنج بتاعك خلاص. فالحاجات دي وغيرها تمثل الايه البيزك او البيلدنج بلوكس اللي بتكون السوفت وير انجينير، اللي هي ممكن واحد يكون بروبلم سولفر كويس. يعني لو اديته مساله من مسابقه برمجه مثلا او من شيت برمجه فيها فكره تريك فيها صعوبه ان هو لازم يحلها within some time constraint، لازم تتحل بسرعه، فبالطرق الطبيعيه مش بتعدي التست كيس بتاع اللي بيتشيك على سرعتها دي. لما بيبقى اري كبيره مثلا الانبوت كبير ما تطلعش النتيجه في وقت محدود، فانت بتيجي تستخدم كل بقى مهاراتك في البروبلم سولفنج ولغه البرمجه اللي انت متقن ليها علشان تحل المساله ديت وتبقى مبسوط. لكن هل ده كافي انك انت تاخد بوزيشن في شركه ويبتدوا يعتمدوا عليك في كوميرشال سوفت وير حقيقي بقى بتاع كلاينتس؟ يعني في كاستمر طالب من الشركه دي شغل وانت في وسط فريق من الديفلوبرز او من السوفت وير انجينيرز اللي شغالين فيه، فانت محتاج حاجات تانية تتعلمها علشان تبقى قادر انك تسد الفجوة دي بين الفاونديشنال باك جراوند بتاعك القوي وبين قدرتك ان انت تتفاعل مع المشاكل اللي موجودة في سوق العمل الحقيقي. يعني السوفت وير انجينيرنج بيرتبط اكتر بالكوميرشال سوفت وير، بالسوفت وير اللي بيتعمل لعميل كاستمر حقيقي في الريال لايف، يعني حد فعلا محتاج السوفت وير علشان يحل يشتغل يعمل شغله ويحل المشكلات اللي في شغله دي بشكل ايه فعال. فبدل ما الحاجه تتعمل بالايد هنعمل برنامج كمبيوتر علشان مثلا يحجز المواعيد في عياده، فكده هيبقى الشغل بيتعمل افضل وبشكل يعني بنقدر نوصل للريكوردز بتاعه المرضى ونقدر نحدد ميعاد فاضي نسجله كل ده ونطبع الحاجات دي، كل ده يتعمل بشكل ايه افضل من النظام اليدوي. فبقى في عندي كاستمر وعندي ناس بتوع سوفت وير، فريق شخص او اكتر بيعملوا السوفت وير سيستم ده لشخص علشان الشخص ده يستخدم السوفت وير ده استخدام حقيقي في شغله، حاجه اقتصاديه. يعني هو دلوقتي مش بيهزر، مش بنتعلم زي ما احنا بنتعلم مثلا في مسابقات البرمجه، لا احنا هنوصل اننا عايزين بقى يبقى عندنا سيستم، فالسيستم ده غالبا حجمه هيبقى اكبر من البرامج اللي بنعملها، التوي بروبلمز اللي بنحلها في الشيتات والمسابقات وكده. وغالبا هيبقى في اخذ ورد بيني وبين العميل ده، لان هو في حاجات عايزها وانا فهمتها منه غلط وعملت الديزاين بتاعي على اساس اللي انا فهمته، وبعدين قال لي لا 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 ده مش ده اللي انا قلته لك، ده انا كنت قصدي كذا كذا كذا،
فهضطر ارجع للديزاين اللي انا عملته واغير فيه. وطبعا لان انا هدي السوفت وير ده وهاخد فلوس او في فلوس هتدخل يعني من الشغل بتاعنا ده، فاكيد انا مش عايز بعد ما العميل خد الشغل ده يرجع بعديها بحاجه بسيطه يقول ايه لا ده بايظ وكده. يعني لازم اعمل تيستينج بشكل اكثر، يعني اكثر كفاءه من انا هنا ما بقاش حاجه اوبشنال، بقت حاجه اساسيه ما ينفعش ان احنا نهملها. يعني السوفت وير انجينيرنج هو اكبر من ماده واحده اصلا، يعني الموضوعات دي كل موضوع منها محتاج في حد ذاته وقت طويل. علشان كده الاتجاه دلوقتي ان يبقى السوفت وير ده مش مجرد وان كلاس، ده الاتجاه الاكبر انه يبقى سبيشاليزيشن. يعني وانا اعتقد ان في الاكاديميه برضو في الفكره دي موجوده، ما اعرفش وصلت لفين. يعني مفروض ان ده يبقى انترودكتوري كورس، لان الموضوعات دي متشعبه جدا، ممكن بعضها تكونوا خدتوه، ممكن بعضها تكونوا هتاخدوه بالاسم بتاعه كده، لكن هو ده كله على بعضه كده ده اللي بيمثل السوفت وير انجينير. فانا يهمني كل الحاجات دي ادي فكره كويسه عنها لو في وقت، يعني حسب وقتنا في المحاضرات بتاعتنا. وعشان كده انا بقترح مجموعه من التكست بوكس اللي هي سهل انكم، هي موجوده طبعا يعني سهل انكم تجيبوها من النت او نديها لكم، وهي كتب اساسيه جدا. طبعا الكتاب اللي بيمثل ما يسمى البايبل اوف سوفت وير انجينيرنج، زي الكتاب الاساسي اللي تقريبا كل الناس بيمر عليها، هو كتاب الايان سمر في اللي هو حاليا النسخه العاشره منه متاحه خلاص. بس الكتاب ده كبير، الكتاب ده هو دايما الراجل ده يعني دايما بيمشي ورا اي حاجه جديده في السوفت وير انجينيرنج ويضيفها للفيرجن الجديده من كتابه يعني. فهتلاقي دايما لما تبقى عارف عايز تعرف ازاي الدنيا اتطورت، لان السوفت وير انجينيرنج زي ما هنشوف دلوقتي بدا من زمان جدا، بس اللي جواه يعني المصطلح اتوجد زمان، لكن الفكر والادوات وطريقه شغل الناس اللي بتندرج تحت السوفت وير انجينيرنج تطورت تطور فظيع، لدرجه ان انت لو مسكت كتاب سمر في ده الطبعه الثالثه وقارنتها بالطبعه العاشره هتحس ان هو حاجه مختلفه خالص. يعني كان ده بيتكلم في سكه في كوكب وده في كوكب تاني، ده بيتكلم على حاجات مش موجوده النهارده. عشان كده دايما هتخلي بالك ان ايه، ان في افكار كتير بتتطور بسرعه في السوفت وير انجينيرنج، ويهمنا ان دايما يبقى عندنا نبص المصدر زي الكتاب سمر فيدا علشان نشوف ايه الحاجه اللي هي بتشغل السوفت وير انجينيرز بشكل اكبر. ومعاه في شويه حاجات زي كتاب السوفت وير بروجكت سيكريتس اللي هنبدا منه خلاص. الكتاب لطيف جدا، احنا هناخد فكره عنه النهارده وبعدين هناخد منه يعني شويه حاجات بسيطه كده في المحاضرات اللي جايه. وفي كتاب مناسب للناس اللي هي شاطره في الاوبجكت اورينتد او اللي درست اوبجكت اورينتد، الكتاب ده اوبجكت اورينتد سوفت وير انجينيرنج، ناس كتير جدا بتنصح بيه خلاص. ويعني الى حد ما لو سوفت وير انجينيرنج بتاع سمر في كان اسلوبه صعب او البراكتس بتاعه تنفيذه يعني بالشكل العملي مش ستريت فورورد قوي للطالب العادي ان هو يقدر يدخله في شغله، فدي حاجه يعني هنا هنلاقي ان الكتاب ده على العكس هو كتاب بشكل كبير الناس المهتمه وعندها وايدها يعني شغاله في الكودنج وكده هيقدروا يستفيدوا منه كتير. انا مش هاخد منه كتير بس هستعين بيه برضه. وفي عندنا كتب بقى كلاسيكيه زي كتاب الكلين كود، هنلاقي انه كلين كود هنا وفي كلمه اجايل اهي مكتوبه فيه، ده كتاب مشهور قوي بتاع سي مارتن، ده من اشهر الكتب يعني اللي هي احنا طبعا هنشوف ان السوفت وير عمليه يعني فيري كومبلكس، فاحنا بنحاول نسهل لنفسنا باننا ما نكتبش اي كود وخلاص وبعدين بعد كده نتكعبل فيه كل ما نحتاج نرجع له نضيع وقت فظيع يعني. فده كتاب برضو من الكتب المؤثره جدا اللي هي ممكن تغير طريقه شغل ناس كتير مننا للافضل بشكل فعال
وفي وقت قصير يعني. فكتاب اليونت تيستنج برضو من الكتب اللي ايه ده او اي كتاب غيره يعني ان احنا محتاجين نبص بصة كده ازاي نعمل تيستنج للكود بتاعنا بشكل افضل. خلاص طبعا احنا يعني انا عليا مجهود ان انا احاول ان انا استخلص حاجات على قدر ما المحاضرات بتاعتنا تسمح، لكن لو حد فيكم مهتم او ناوي ان هو يشتغل بجد في المجال ده ويبقى له قيمة يعني يبقى فعلا الشركات عايزاه او كده، او ان هو يقدر يستارت حاجة، فهو محتاج مش بس الكتب دي، محتاج قدها اضعاف علشان يقدر ان هو يبقى مختلف عن غيره، يبقى مستوى اعلى بحيث ان هو يقدر يكابتشر الفرص اكتر من غيره يعني. طيب احنا بس كلمة software engineering نفسها مش كلمة جديدة، بس مش قديمة قوي، لان هي ابتدت مع منتصف الستينات، ان بعض الناس من اشهرهم يمكن الاوتستاندنج فيهم واللي بينسب ليها ان هي اول software engineer هي مارجريت هاملتون من الـ MIT، واللي كانت مانجر للتيم اللي عمل السوفت وير بتاع ابولو 11. الصوره دي صوره كلاسيكيه مشهوره جدا في الكوميونتي بتاع السوفت وير انجينيرنج يعني. هل حد فيكم شافها قبل كده الصوره دي؟ في حد ما شفتوهاش قبل كده صح؟ لا دكتور. فدي صورة كلاسيكية الكتب اللي قدامنا دي مش كتب مثلا الأستاذة دي بتتعلمها أو بتكتبها أو كده، ده السوفت الكود بتاع السوفت وير اللي كتبه الفريق بتاعها، ده السورس كود اللي اتكتب في الرحلة بتاعت أبولو 11 اللي هي الرحلة أبولو 11 ده هو السبيس بروجكت اللي الإنسان دي وصل للقمر في أواخر الستينات. ففي منتصف الستينات الصورة دي صورة كلاسيكية جدا، ومارجريت هاملتون دي مشهورة جدا ليها يعني، هي outstanding figure في الفيلد بايونير، ويقال يعني ان هي لما كتبت التايتل بتاعها as a software engineer كان حاجة غريبة جدا، الناس ما استوعبتش قوي ليه عملت كده. لكن الخلاصة ان من زمان الناس اللي بيشتغلوا في projects الحجم بتاع البروجكت لما كبر قوي، الناس اللي شغالين في البروجكت اكتشفوا ان الموضوع اكبر من ان انا اكتب كود، ده في منهج طريقة شغلنا نفسه. لو انا عايز اعمل برنامج كبير، ايه الطريقة اللي انا همشي بيها، ازاي هقسم الشغل، ازاي هندمج الشغل، ازاي هنتست الكود، ازاي هنمرج الكود، خلاص ازاي هنفهم اللي مطلوب مننا صح ونعمله صح، ازاي هنمانج السايز الكبير من البروجكت ده. فالناس دولت خدوها من قصرها وقالوا احنا كده بقينا بنعمل حاجات تندرج تحت الهندسة، فقالوا يبقى احنا كده سوفت وير انجينيرز. الكود بتاع ابولو 11 الكبير ده موجود على جيت هاب، في هنا لينك لمقالة بتتكلم عن الكود ده ووضعه على الجيت هاب. خلاص وده طبعا بيدي فرصة يعني، ده بالنسبة لنا دلوقتي هيستوري، لان الكود ده يعني ما مش زي الكود اللي احنا بنكتبه في عصرنا خالص، احنا بنعتمد على حاجات كتير معموله جاهزه واحنا بنستخدمها بنناديها لايبرز واي بي ايز وغيره، لكن في وقت الكلام ده ما كانش فيه اصلا جهاز كمبيوتر شخصي، وبالتالي انت ممكن تتوقع هنا ان عشان يحلوا حته يكتبوا لها كود بيعملوا حاجه شبه اوبريتنج سيستم عشان يستخدموه عشان ينادوه علشان يعمل حاجه معينه. فعشان كده الكود ده، والكود ده مش مثلا شوية كتب مطبوعة ومحطوطة فوق مكتب، ده هي الصورة الأصلية فيها لغاية الأرض، البنت للأرض والإيه والكتب معاها ممتدة للأرض. فمعنى كده إن software engineering ابتدى من بدري وارتبط بإنه طريقة تطوير البروجيكتس الكبيرة يعني. الصورة دي ترسخ في الذهن ان فكره السوفت وير انجينيرنج هي ان احنا لو البروجكت بتاعنا كبير قوي زي كده، عندنا ملايين الاسطر من الكود
بتعالج مثلا وظائف مختلفه مطلوبه مننا، فاحنا محتاجين حاجه ايه تساعدنا ان احنا نشتغل، وهي دي هنسميها السوفت وير انجينيرنج. طيب الموضوع بقى ايه بقى، يعني برضو من الحاجات التاريخيه واكتر من تاريخيه كمان، الشغل بتاع واحد اسمه بروك، ده استاذ في جامعه نورث كارولاينا في امريكا زمان برضو، يعني الكلام ده في السبعينات يعني ايام حرب اكتوبر عندنا كده، اللي هي حاجه قديمه جدا. وممكن انت تفكر ان ساعتها مع الكمبيوتر كان حاجه يعني ايه، كان موجود كمبيوتر بس الحاجات اللي بنتكلم عنها النهارده ديت ما كانتش موجوده. لا ده احنا بنكتشف ان في اعمال، ده برضو من الكتب اللي هي ليها كريدت كبير عند الناس الخبراء بتوع السوفت وير انجينيرنج، ان هو كان الراجل ده كان سابق عصره في ان هو بيوضح المشاكل اللي بتواجه الناس اللي بتشتغل في السوفت وير في البروجكتس الكبيره من السوفت وير. وشوفوا رغم ان هو ده في السبعينات، يعني بيتكلم على حاجات مثلا سنه حاجه و60 وسنه 70، وما كانش عدد الشركات اللي شغاله بالحجم، يعني ما كانش في انترنت ولا في ويندوز حتى اوبريتنج سيستم ولا في الحاجات اللي موجوده عندنا النهارده. ومع ذلك فكان السوفت وير بروجكتس الكبيره فيها مشاكل. العنوان نفسه ميثيكال مان مانس، ده هنسمع توني بيقول الاول وبعدين نكمل. طب يا دكتور، يعني كان ايام الستينات كان في اكواد طبعا كانت مكتوبه، كانوا بيظبطوها ازاي؟ يعني ما كانش في اجهزه، كان في تيرمينالز بقى وبانشد، اكيد انتوا خدتوا قبل كده ان كان في مثلا كروت مثقبه، وكان يعني كان في جزء كبير جدا من الكود بيتكتب بالاسمبلي لانجويج، يعني لغه قريبه خالص من لغه الاله، يعني حسب البروسيسور بتاعنا. يعني هم كانوا بيتاكدوا ازاي ان صح الكود ده ولا غلط؟ ما هو برضه يعني احنا بنتاكدوا مثلا في جافا ان احنا كاتبين الكود ده في الابلكيشن اللي عاملينه داونلود على اللاب ان في حاجه غلط ايرور. طب هم كانوا بيتاكدوا هو اصلا هم بيعملوا زي اللي انت بتعمله ده، ان هو بيشغل الكود، بس الكوست بتاع تصليح الاخطاء اكبر بكتير، لان هو مش كيبورد كده يكتب ويغير في اديتور زي ما احنا بنعمل ويعيد الكومبايليشن. يعني كان في مأساة كبيرة جدا ان هو لازم ياخد باله جدا من الكود بتاعه، لانه هو لو راح شغله على الكمبيوتر هو بياخد دور، غالبا الكمبيوتر دي ما كانتش بيرسونال، كان بيبقى زي في سنترال كمبيوتر كده وفي تيرمينالز، واحنا كلنا رايحين لنفس كاننا عندنا كيسة واحدة وشاشات كتير متصلة بالكيسة ديت. فلو احنا 10 انا هاخد لازم احجز تايم علشان اروح للكمبيوتر ده واشغل الكود بتاعي، وبعدين لو اكتشفت ان الناتج بتاعه مش صحيح مش سليم هعدل بقى باي تراي وايرور، ان انت عمال تجرب حاجه كده وتعيد تشغيله على الكمبيوتر قدامك. فهي اصلا الطريقه بتاعتنا النهارده مش اللي انت قلتها، يعني طريقتنا احنا في التستنج مش انك انت بتكتب الكود وتجربه كده وتشوفه شغال صح ولا غلط، يعني لكن هي ايامهم كان هي دي الطريقه الوحيده وكانت تكلفتها كبيره. يعني احنا النهارده السوفت وير انجينيرنج في وقتنا الحالي مختلف عن اللي الناس دول عملوه، لكن اللي احنا برضو بناخد فكره ان مشاكل السوفت وير ديت مشاكل من ساعه ما السوفت وير بدا، ورغم ان كان عدد اليوزرز وعدد السيستمز اللي بتعتمد على الكمبيوترز اقل بكتير جدا، وطبيعه السوفت وير بروجكت وطبيعه لغات البرمجه وطريقه عمل المبرمجين كانت مختلفه كتير عن اللي احنا فيه النهارده، الا ان في كده يعني شراره حاجات كده متشابهه غريبه. يعني الغلاف ده هو ناس كتير، انت ممكن تلاقي لو كتبت ميثيكال مان مانس في جوجل ممكن تلاقي ناس كتير بتتكلم عن ازاي الراجل ده كان سابق عصره، ازاي كان بيحذر من حاجات. عموما السوفت وير من الحاجات اللي هي احنا يعني كناس متخصص او كناس كبشر، البشر عموما في خلال الخمسين ستين سنه اللي فاتوا ما ادلوش الفاليو الحقيقيه، يعني ما قدروش الصعوبات اللي بتواجه السوفت وير ديفلوبرز عشان يعملوا بروجكتس كبيره محكمه شغاله زي ما هي المفروض تشتغل، ما ادينالوش القدر الكافي من الاهتمام او ما خدناش بالنا من حاجات كتير. فعدد السوفت وير اللي فشل، السوفت وير بروجكتس اللي فشلت
كبير جدا، ولغايه النهارده نسبه كبيره من السوفت وير بروجكتس بتفشل لان احنا فاهمين القصه غلط. يعني فاهمين لو مبرمج شاطر، مبرمج شاطر وبروبلم سولفر وكده، فايه يعني انا لو رحت لواحد بتاع مطعم عايز يعمل برنامج زي ما في حد فيكم قال حاجه شبه كده، ان ده مش محتاج بروبلم سولفنج قوي اصلا لان الموضوع بسيط، الشغل الحقيقي يعني الحياه العمليه بسيطه ابسط من اللي احنا بنعمله واحنا طلبه. فاحنا داخلين بالمنتاليتي ديت بنكتشف ان طبيعه المشاكل بتاعه البروبلم سولفنج اللي بنعملها واحنا طلبه بنتعلم البروبلم سولفنج مختلفه عن الحياه العمليه، الا ان برضو في تحدي كبير جدا اننا نقدر نعمل بروجكت نديه لحد طلبه والحد ده يقبله. هنتناقش قوي في الموضوع ده لان الموضوع ده بيخلي ناس تسيب المجال اصلا وتروح لحته تانية خالص، تسيب المجال خالص وبتكتشف تقول ان ما فيش فايده، الموضوع ده مش هيجيب همه خلاص. بس نرجع تاني نتناقش على او اديكوا بس انسايت بسيط على الكتاب بتاع بروكس ده، ان هو في الجلاف ده في حاجتين، العنوان والصوره. العنوان بيقول الميثيكال مان مانث اللي هي نظره الاخرين للسوفت وير بيبل. يعني مثلا انت ممكن مديرك ما يكونش مدير الشركه نفسه اللي طالبه منكم انكم تعملوا لهم مشروع، ممكن شركه سياحه مثلا وهتطلب من الفريق بتاعك انك انت تعمل لها سوفت وير بروجكت. فنظره الاخرين والاداريين اللي هم ما لهمش قوي في التكنيكال بروجرامينج وكده، هي نظره هو طبعا ده يعني ايه تلخيص بسيط جدا لفكره الاوهام اللي الناس فاكراها عن سهوله شغله السوفت وير. فالميثيكال مان مانث ده، مان مانث ده اختصار مان مانث ده اللي هو وحده ان كام شخص مضروب في عدد لو انا مثلا بعمل شغلانه وانا شخص واحد وخدت مني 1 مانث، فكان الايفورت اللي انا بذلته اليونت بتاعته 1 مان مانث، يعني عدد الاشخاص في التايم اللي ايه اللي خدناه علشان ننجز المهمه ديت. فبيقول مثلا لو انت كان المدير بتاعك مش تكنيكال وانت راجل بتاع كمبيوتر مدير الشركه وانت راجل مبرمج في الشركه ديت، فقال لك اعمل لي حاجه معينه، فقلت له دي هتاخد مني 6 شهور. فهو وجهه نظر الناس الطبيعيه انه هيقول لك ايه اللي ما يعرفوش حاجه في الكمبيوتر، يعني طيب احنا مش عايزين الحاجه دي في 6 شهور، عايزينها في شهرين. فالطبيعي انه هيقول لك ايه المدير ده، يعني هو عايز حاجه، عايز برنامج يتعمل في شهرين وانت المبرمج الوحيد عنده فادها لك، فانت قلت له دي هتاخد مني 6 شهور. هو المدير اللي ملوش دعوه بالبرمجه ما يعرفش حاجه فيها بس يعرف اداره ويعرف كده كومون سنس، هيقول لك ايه ساعتها؟ احد الاختيارات المنطقيه يعني اللي هو بيناقشها، اللي طبيعه الناس دايما في الكمبيوتر بيلاحظوها للناس اللي على اللي بيتعاملوا معاهم بس ما هماش تكنيكال، هي الوهم ده. ميثيكال يعني وهم المان مانث، ان ايه الحاجة اللي تتعمل في 6 شهور عن طريق شخص واحد هتتعمل في نص الوقت عن طريق شخصين، هتتعمل في ربع الوقت عن طريق 4 أشخاص. يعني الميثيكال بارت هنا أو الحاجة الوهمية إن الناس بتتخيل إن تقسيم الشغل، إن الإنسان ده كأنه آلة، الإنسان اللي بيشتغل في السوفت وير ده كأنه آلة، فأنت مثلا شخص واحد هتعمل الشغل في 6 شهور يقول لك خلاص انت لو بتشتغل 8 ساعات اشتغل 16 ساعه وهنديك ضعف المرتب، فمفترض منك انك انت تعمل البرودكتيفيتي بتاعتك تتضاعف، وده مستحيل يحصل. يعني دايما الشغل بتاع الشغل اللي فيه حاجه انتلكتشوال حاجه ذهنيه تفكير وكده ما بيتحسبش ابدا كده. ما ينفعش تقول مثلا الشركه محتاجه الحاجه دي في 3 شهور فبدل ما واحد بيعملها هنجيب 2، لان تقسيم الشغل مش بالسهوله ديت في السوفت وير. في دايما انتر اكشن بين التيم، والانتر اكشن ده لما ما بيؤخذش في الاعتبار بينتج عنه ان الاستيميت بتاع التايم ان احنا بنتوقع ان الشغل ده هياخد وقت ما ياخد اكتر من الوقت ده بكتير. احيانا انت ممكن تزود عدد الناس كتير
على اعتبار ان ده هيخلي الشغل يخلص بسرعه جدا، فتكتشف ان هو ما تحسنش عما لما كان عدد الناس قليل. فتخيلوا هي دي مشكله من المشاكل اللي عندنا في وقتنا هنا، ازاي نقسم الشغل بحيث ان احنا نقدر نستيميت ونوفر في الوقت ونعوض التاخر في الديو ديت. وده مشكله كبيره هو شارحها الراجل ده في كتابه سنه 71. فكانه هو من الوقت ده مع ان السوفت وير سيستمز ما كانتش زي النهارده في تعقيدها، ومع ذلك فابتدى الناس اللي شغالين في المجال يلاحظوا سوء تقدير الناس لايه، لازاي ان احنا نسرع الشغل، نسرع البروجكت. ايه ده البروجكت كان المفروض يخلص في 6 شهور والست شهور خلصت، طب نعمل ايه؟ نقوم نعمل نجيب ناس تانية نغير الناس، فنلاقي نفسنا بناخد وقت ما كن زيادة، يعني الديلي بيزيد مش بيقل. يعني بنحاول نحل المشكلة فنسوقها اكتر لاننا مش فاهمين، لان في طبيعة خاصة للسوفت وير مش واخدين بالنا منها. نفس الكلام الصورة اللي قدامنا دي هي صورة ما يسمى التاربت. تاربت ده اماكن كده في امريكا بالناس بتزورها، بيبقى فيها زي حفريات لحيوانات متسمرة في مكانها على التاربت ده من آلاف أو ملايين السنين، ممكن كائنات زي الديناصورات والحاجات دي يلاقوا هيكل عظمي كده واقف أو أجزاء منه واقفة للحيوان فيما يسمى التاربت. تار اللي هو المادة الذي جدي زي الأسفلت كده، اللي هو بيرصفوا بيه الطرق. فالأماكن ديت بتبقى زي كده بحيرة أو مية، المية بين لنا من بره، بس تحتها في طبقة تحت المية بحاجة بسيطة، في طبقة من التار، والتار طبعا ده مش بيختلط بالمية، فالمية بتبقى فوقيه. فالحيوان ده بيشوف المية بيخش عشان يشرب من البحيرة ديت، فرجله بتلزق في طبقة الأسفلت ديت. فالتار بيت ده من في أمريكا وفي الدول اللي فيها الظاهرة ديت هو مزار طبعا علمي وكده. فهو هنا بيقصد المؤلف هنا ان خلوا بالكم، وده عنوان لاحد المقالات او الفصول تقريبا اول فصل في الكتاب ده التاربت، ان هو بيقول احنا كمبرمجين زي الحيوانات اللي قدامنا في الصورة ديت بنلزق، يعني بنخش في سوفت وير بروجكت شكله سهل وهيخلص ونقوم نتسمر في مكاننا والبروجكت يفشل وما نقدرش نتقدم اي خطوة، زي بالظبط من الحيوانات ديت تسمرت في التاربت. فده العنوان بينبه السوفت وير، الناس اللي بيتعاملوا مع السوفت وير تيمز خلوا بالكوا انكم ما يبقاش استيميشن بتاعكوا بايظ، فتحطوا الضغط على او تطلبوا، او ما يبقاش السوفت وير تيم نفسه عنده تفاؤل زايد عن الوقت اللي هيستغرقه الشغل، فلما يلاقي الوقت ده قرب يخلص يقوم يزود ناس على اساس ان ده هيوفر ويخلينا نلحق قبل الديدلاين، فنكتشف ان زياده الناس دي بتزود الديلي مش بتقلله. وفي نفس الوقت بيقول لنا احنا كديفلوبرز او كناس بتوع سوفت وير بقى تيم، خلي بالك ان انت ما ايه، انك انت لازم تستيميت، تبقى فاهم بالظبط انت هتعمل ايه، تبقى عندك استعداد للتغيير في الديزاين بتاعك علشان ما تتسمرش في نقطة كده وتفشل والسوفت وير بروجكت بتاعك يتجمد في مكانه، زي التاربيت اللي هي الحيوان اللي شاف مية فمشي ناحيتها، فانت سوفت وير شفت برنامج مطلوب، كاستومر عايز حد يعمل له برنامج وعامل مناقصة او بيقول حد يقدر يعمل لي ده، فانت تقدمت خلاص وقلت له، قال لك انا عايزه مثلا انا ميزانيتي كذا، فانت قلت له ماشي، قال لك طب انت انا عشان محتاجه في خلال كذا، فانت قلت له ماشي، وبعدين لما غصت ودخلت معاه في الغويط كده تسمرت في مكانك ولقيت انك مش هتقدر اصلا تعمله بالشكل المرضي ليه، وهيبقى البرنامج بتاعك فشل زي التاربيت كده ما ثبتت الناس. فدول اكتر من اكتر المشاكل اللي بتواجهنا دلوقتي اللي بتسبب فشل السوفت وير بروجكت، حاجات شبه دي، مش هي بالظبط بس شبهها، والغريب ان هي حاجات موجوده او بيواجهها الناس بتوع السوفت وير من زمان جدا، وما زلنا النهارده رغم ان في احنا نتعلم تكنيكس وافكار حديثه، لكن ما زالت الايه السوفت وير بروجكتس نسبه الفيلور قلت شويه لكن ما اختفتش.
تمام. خلونا كده نبص بصة بقى لأحد الكتب اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي، اللي هو كتاب Software Project Secrets. لو جينا كده عملنا وقفنا الشير ده وعملنا شير للسكرين كلها، ده كتاب الميثيكال مان مانس. طبعا هو كتاب تاريخي، اسلوبه صعب شوية علينا، بس انا يعني افتكره دايما، حطه في ذهنك كده لو انت يعني طالب شاطر، بحيث انك انت لو وقع في ايدك في مستقبلا مش في الكورس ده، لان طبعا الحياة دلوقتي مختلفة خالص، مش معقدة اكتر بكتير من ايام الناس دول. بس الفكرة هي قدم المشاكل اللي بتواجه السوفتوير بروجيكتس. الكتاب بتاعنا اللي هنبتدي منه ده الجزء الاولين اللي هو السوفتوير بروجيكت سيكريتس، هو كتاب مقسم لتو بارتس، كتاب اسلوبه سهل شوية لينا. الكتاب مش جديد قوي، بس على الاقل هو كان بعد ما الاجايل ميثودولوجي نشأ، اللي احنا المفهوم الاكبر اللي احنا عايزين نتأكد اننا فاهمينه وجاهزين ان احنا نشتغل بيه في الكورس ده. فهو مقسم الكتاب لجزئين. اولا الكتاب حاجة غريبة قوي، عنوانه نفسه يخض شوية، العنوان Software Project Secrets. العنوان الفرعي اللي يخض شوية ده Why Software Projects Fail. فهو الطبيعي ان البروجكتس تفيل، يعني انا مفترض ان انا لو انا يعني مش قوي في البرمجة ودخلت في حاجة مش قدها طبيعي انها هتفيل، بس اكيد معظم الناس اللي بتشتغل في الشركات ناس شاطرة يعني في البرمجة، مش ناس اي كلام يعني، وإلا ما كانتش خدت الشغل خلاص. فهل فعلا دي ظاهرة ان software projects بتفيل؟ لو بصينا هنا هو هنلاقي ان هو عنده جزئين الكتاب ده، اربع شباتر بيتكلم فيها ان software projects في نسبة منها بتفيل، ونعمل وليه هي بتفيل. وبعدين الجزء الثاني بيقول طب ايه الحل، الكلمة السحرية اللي هو بيقترحها، مش هو اللي بيقترحها يعني، اللي هي في trending في وقته، اللي هي كلمة الأجايل. في عصرنا دلوقتي في 2021 ده مفيش شك ان ايه شركات كتير جدا 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 سواء في مصر او برا مصر بتعتبر ان الأجايل، استخدام الأجايل ميثودز هو جزء اساسي لازم كل السوفتوير ديفلوبرز اللي في الشركة يمشوا عليه او يبقوا عارفين يستخدموه ازاي، وده اللي احنا هنفهمه هم ليه بيقولوا كده وبعدين هنبني عليه ان شاء الله. طيب فهنا لو بصينا هنا في اول شابتر هنلاقي في رسمة كده تخض شوية، اللي هي الرسمة اللي قدامنا. شايفين معايا الرسمة ديت؟ تمام. تمام. وهنا اولا هو بيقول success and failure of software، يعني نسبة الـ software products اللي نجحت او فشلت او challenged. خلوا بالكم السنة دي قديمة شوية صح؟ سنة 2000 يعني من 20 سنة، منطقي ان ممكن يكون النسب دي مش صحيحة، لكن فعليا انت لما هتدور على جوجل او هتشوف studies احدث قريبة من وقتنا الحالي هتكتشف ان لسه النسب دي قريبة من الايه، من معظم الستاديز بتطلع قيم قريبة من النسب دي. ايه النسب دي بقى؟ بتقول ان تقريبا ربع المشاريع بتفشل وربعها تقريبا بينجح، وتقريبا نصها بيبقى تشالنجد، يعني بيبقى فيه مشاكل وصداع بعد ما انت بتسلم البروجكت، بقى بيبقى فيه حاجات يقول لك لا ما كانش قصدنا دي، هي شغال عند الكلاينت، لكن بتفضل بقى تعمل ايه تحسين للحاجات، تصليح لحاجات غلط، اخطاء وكده. وفي نسبة من البروجكتس بتنجح، بس في نسبة تقريبا قدها او اصغر بحاجة بسيطة بتفشل. تفشل يعني ايه؟ احنا اتفقنا على بروجكت وعشنا حياتنا بقى ان احنا نشتغل فيه شهور كتير، وبعدين جينا في نقطة ستاك، وصلنا لخلاف مع الكلاينت، مش هو ده اللي انا قايل لكم عليه، لا هو ده اللي اتفقنا عليه، او ما عرفناش نعمل اللي هو عايزه، او اكتشفنا ان الريكويرمنتس بتاعته ما ينفعش تتعمل بالبادجت، بالفلوس اللي احنا طلبناها منه او اللي هو عرضها واحنا وافقنا عليها،
فبنكتشف ان احنا لو استمرينا هندفع من جيوبنا، فمش هينفع، فبنوقف. يعني انا متوقع ان مثلا لو في 100 بروجكت مفروض يبقى واحد او اتنين او تلاتة اللي ممكن يحصل فيهم الفيلر ده، الفيلر الكامل ده، ان يتقال لا ده مش هو ده اللي احنا عايزينه، ما مش هو مش هنشغله. يعني نعمل سيستم نسلمه، فالكلاينت بتاعنا مؤسسة او شخص سمول بيزنس يعني، او واحد كده بيستخدم. يعني غالبا احنا بنتكلم على كوميرشال سوفت وير معمول لكاستمر عباره عن مؤسسه، سواء مؤسسه حكوميه او شركه كبيره او شركه صغيره او كده. ففكره ان هو يفيل، ان انا ما اقدرش اصلا اسلمه او اتاخر جدا في تسليمه لدرجه ان هو يقول يكون خلاص مش عايزه وهيتفق مع حد تاني يعمله له، او ان انا اسلمه فيكتشف ان هو غير اللي هو كان طالبه خالص. يعني احنا مش متوقعين ان نسبة كبيرة كده ربع البروجيكتس بيحصل فيها الحكاية ديت، ده حاجة خطيرة جدا. ولا ايه رأيك كمال؟ دكتور هو انا كنت حابب بس اقول لحضرتك انه في محمد محمود حسن على الويتنج عشان النت فصل عنده رجع تاني. ماشي، معلش اتعرض حضرتك. طب انت ايه رايك في النسبه دي؟ نسبه صغيره وعادي ولا احنا مبالغين فيها ولا دي نسبه كبيره ولا؟ مش عارف الامانه. طب في اي حد شايفها نسبه عاديه يعني منطقيه؟ ايه المشكله يعني اما ربع البروجكت تبوظ يعني؟ وممكن يا دكتور بس عشان خاطر ان واحد هو لسه مبتدئ فبالنسبه له النسبه دي كويسه. النسبه دي كويسه على اعتبار انها صغيره يعني، يعني الاغلبيه يعني اللي بينجح اكتر من اللي بيفشل، مش كده؟ عشان لسه مبتدئ، او مثلا لو كان بروفيشنال يعني هتقبلها، بالنسبه له النسبه دي كبير. ماشي، ممكن. انت المبتدئ ده يعني ولا بتتكلم على حد تاني مبتدئ غيرك؟ احنا ممكن نقول يا دكتور ان قول ممكن نقول يا دكتور ان نسبه الفشل يعني دي نسبه كويسه، لان ممكن هو برضو يفهم يعني يفهم البروجكت يعني مش بنفس الفكره بتاع العميل، فالعميل بيبقى عايز يغير مثلا حاجه فبيضطر ان هو يغير الحاجه اللي هو عملها. كانك يعني عايز تقول ان ايه، ان هي نسبه كويسه لطبيعه السوفت وير، ان دايما العميل بيبقى عايز حاجات، فانت بتقول هي نسبه كويسه يعني نرضى بيها، مش كده؟ يبقى احنا كده خدنا رايين. في راي بيقول هي اكيد هي كويسه لانها لان النجاح احتماله اكبر من الفشل، صح؟ في واحد قال ايه، هي نسبه كويسه في سياق ان دايما بيكون في مشاكل بين المبرمج وبين العميل، مش كده؟ مش ده قصدك؟ كده بالظبط. خلاص، فعلى اعتبار كده يبقى دي نسبة كويسة. طيب بصرف النظر بقى، أنا شايف إنها نسبة وحشة جدا. ليه؟ لأن السوفت وير ده هو بروجكت، بروجكت الناس لما يعني المفترض إن لما يجي لك عميل لما هيعرف إن احتمال إن هو هيدفع فلوس واحتمال النجاح 75%، يعني في احتمال كبير إن احتمال الربع إن هي تفشل، إن فلوسه دي تضيع، أكيد هي إيه هيفكر كتير قبل ما هو يجي لك. حيث ان في الحياة المشروعات اللي فيها هندسة زي مثلا بناء مبنى، بناء عمارة، بناء العمارة ده مش مشروع برضو ولا هو مشروع ولا مش مشروع؟ ان احنا نبني عمارة مشروع دكتور، مشروع. طب لو جه المهندس اللي بيبني العمارة ده وسألته هو انتوا دلوقتي هتبنوا العمارة دي احتمال ان هي تفشلوا في بنائها، هيقول لك ايه؟ 0%. يعني هو مش صفر في، يعني هيقول مثلا لا مش هنفشل، دي هتحصل حاجة وهمية بقى، زلزال حصل، سيول حصلت، معناش الفلوس اللي احنا هنفلس قبل ما نحط الاساسات، يعني حاجات استثنائية هي اللي ممكن تؤدي الى فشل بناء عمارة، صح؟ فيبقى لو قارنا
بروجكت سوفت وير بروجكت بكونستراكشن بروجكت هنلاحظ ان ايه ان السيرفيس كلها هتلاقوا هنا مكتوب برضو في الـ في الـ في الصفحه نفسها في الكتاب ده ان احتمال فشل كونستراكشن بروجكت يعني احتمال نجاحه فوق 90%. فلو قارنا حاجة و90% بحاجة و70% او السكسس اصلا بتاع السوفت وير انا حطيت اللي تشالنجد مع السكسس، لكن السكسس ان السكسس احتمال النجاح 28% في الفيجر اللي قدامنا ده، هو ممكن في الحياة لان الفيجر ده قديم شوية ممكن لو جبنا بحث احدث شوية نلاقي ان هو زاد شوية بس اقل من النص. يعني لما اقول لك احتمال ان العمارة بتاعتك دي تتبني فعلا، احنا هنبني لك العمارة بس احتمال نجاحنا في بنائها 50%. طب والفلوس اللي هنحطها ديت يعني هتقع بعد كده ولا هتحصل ايه ولا؟ فهنكتشف ان احنا لو قارنا السوفت وير بروجكت باي نوع من انواع البروجكتس الهندسية، مصنع بيعمل اي منتج بنمسكه بايدنا، هنكتشف ان في فارق كبير في ايه في نسبة النجاح. فدي حاجة مش سهل ان احنا نقبلها كده ونعتبر ان دي طبيعة التعامل بين السوفت وير تيم وبين الكلاينتس او الكاستومرز. لازم يكون في مجهود ان احنا نقلل النسبة او النسبة بتاعت الفيلينج سيستمز ديت للتشالنجز ديت نقللها وتبقى مور مانجبل، والسكسسفول ده نقربه من النسب بتاعت اي نوع بروجكت من اي طبيعة تانية ما بيحصلش فيه نسب الفشل ديت. خصوصا ان احنا اصلا لما بيطلب منك تعمل برنامج بسيط بتعمله بنسبة 100%. يعني مش لو قلت لك دلوقتي اعمل لي برنامج بيقرأ اري فيها 100 عنصر من المستخدم ويحسب متوسط الارقام ديت، فانت اكيد هتعمله لو انت عارف برمجة طبعا اكيد هتعمله صح بنسبة 100%. فهي فكرة البروجرامينج سكيل نفسها مش هي المشكلة، المشكلة ان في حاجات في قدراتنا احنا كفريق من الناس على التعامل مع البروجكت لما حجمها بيكبر. بروجكت صغير هعمله بدون اي مشاكل، كل ما البروجكت يزيد والفيتشرز والطلبات اللي فيه تزيد كل ما انا ابتدي تواجهني مشكلات ان انا تبقى دايما الصورة الكاملة للبروجكت والانتر اكشنز اللي بين عناصر البروجكت المختلفة تبقى تحت سيطرتي، في حاجة مش هاخد بالي منها فهعمل حاجة تانية بشكل فهتأثر في جودة الحاجة اللي أنا نسيتها وأنا بعمل الحاجة الأولانية. فدي حاجة مرتبطة بحجم البروجكت. والحاجة التانية إن أنا كراجل تكنيكال هتعامل مع كاستومر هيقول لي أنا عايز أعمل برنامج بيعمل كذا كذا كذا، فهيشرح لي حاجة في تخصصه أنا مش فاهمها، فأنا مش هفهمها بنسبة 100%، مش هيقدر ينقل لي مخه والفكرة اللي في ذهنه والصورة اللي منتظرها بنسبة 100%. فأنا هفهمها بقدر ما، قدر بيعتمد على قدرته هو ان هو ينقل لي اللي هو عارفه وقدرتي انا ان افهم، لان مش معنى ان انت مبرمج شاطر انك انت هتبقى فاهم بالظبط اللي قدامك عايز ايه. يعني في مجال للشغل ان احنا نحاول نزود الجزء الابيض ونقلل الجزء الاسود اللي في الفيجر ده، وهو ده بقى بالظبط اللي اسمه السوفت وير انجينير. نعمل ايه علشان نقلل احتمال ان السوفت وير بروجكت يفيل ونزود احتمال ان السوفت وير بروجكت يبقى سكسسفل؟ يعني لولا الصعوبات اللي بتواجه السوفت وير بروجكت اللي خلت فيه نسبه معتبره من البروجكتس بتفشل ما كانش ظهر الفيلد ده بكل ما يشتمله. يعني الصوره ديت هي بدايه ونهايه السوفت وير انجينيرنج، ازاي نزود الابيض ونقلل الاسود. اي حاجه في السوفت وير انجينيرنج في الكتب او في الناس بتقولها او كده او في البراكتسز او في التولز اللي بتتعمل لينا هي بتسهل لنا ان احنا نكبر الابيض ونقلل ايه الجزء الرمادي والاسود اللي في الصوره دي. واضح الفكره دي يا شباب؟ يبقى احنا الكتاب ده احنا طبعا احنا النهارده بس بناخد فكره عنه كده. لو قرينا شابتر 1 فيه اللي هو 3 4 صفحات اللي اهم حاجه فيهم هو الرسمه اللي قدامنا ديت، هنكتشف هو الراجل ده عايز يوصل لنا مفهوم معين، ويا ريت يوصل لنا ان في نسبه معتبره من السوفت وير بروجكتس فيلينج، بيحصل الفيلر ده اللي هي قرب الربع.
والنسبة دي بتقل شوية طبعا في عصرنا، لو الناس كانوا مؤهلين او فاهمين بالظبط سوفت وير انجينيرنج وبيطبقوا الافكار والنظريات وبيستخدموا التولز وبينظموا شغلهم بالشكل السليم، فهتقل النسبة دي. بس احنا لسه بعيد شوية عن اننا نبقى نسبة النجاح تماثل نسبة نجاح مثلا الكونستراكشن بروجكتس. لو في شركة مقاولات وهتبني فيلا او هتبني طريق تخصصها كده او هتبني كوبري، فنسبة النجاح بتبقى قرب 100%، هو مش ممكن هو هيفشل لان الخطوات معروفة. طيب ليه في نسبة كبيرة كده مقارنة بالانواع الاخرى من البروجكتس؟ فهو عايز يوصل لنا في الكتاب ده ويأكد على مفهوم ان السوفت وير مختلف. تقريبا ده شابتر 2 كله في الفكرة دي، ان السوفت وير نفسه طبيعته مختلف عن غيره من الانجينيرينج برودكتس اللي ممكن البرودكتس التانية تكون بتنجزها او بتقدمها لليوزرز. خلاص، ودي اول حاجة هو عايز يتك عليها. نسمع، اتفضلي. طيب يا دكتور، ما ممكن نسبة الفشل في السوفت وير عالية علشان الأفكار بتكون مختلفة، بس في الهندسة المعمارية وكده بتبقى الأفكار يعني مش مختلفة قوي، ممكن بتتكرر عليهم كتير. ما هي الفكرة بقى، هو احنا هنشوف هنا ان يعني حتى في الهندسة المعمارية هنلاقي في مدارس في البناء، في مدارس بتقول احنا جرين اركيتكتشر، يعني هيقول احنا ازاي نصمم المبنى بتاعنا بحيث ان هو يبقى ما بيستهلكش طاقة كتير، وفي مدرسة تانية هتقول لا احنا لازم نصمم المبنى بحيث ان نسبة الامان تكون عمره ما هيقع حتى لو حصل زلزال ايه، حتى لو الكوست زاد. فبرضو الافكار متنوعة. لو احنا بنصمم لعبة اطفال، عروسة اطفال، الافكار هتبقى برضو متنوعة جدا، بس في الاخر هيطلع في ايدي عروسة، حتى هتعجب او مش هتعجب، بس هتبقى معايا منتج اقدر ان انا اسوقه بعد كده. فالافكار متنوعة في كل حاجة، وفي السوفت وير الافكار برضو متنوعة. بس ناخد بالنا من حاجة، لو احنا بنعمل برنامج محاسبة، برنامج المحاسبة ده هنعمله لشركة ألف، شركة ب، شركة، هنلاقي ان فيها نسبة ضخمة من الحاجات المتشابهة، ومع ذلك ممكن في الفترة في المرة الأولى اللي نعملها فيه لشركة يقبلوه وينجح، الشركة اللي بعدها يفشل، مع إنه هو يفشل لأن إحنا اعتبرنا إن فيه تشابه كبير عن المشروع اللي قبله، لكن طبيعة شغل الناس اللي في الشركة التانية كان منتظرين حاجة مختلفة، أو احتياجهم كان مختلف شوية عن الشركة الأولى. فاختلاف الأفكار في السوفت وير موجود، واختلاف الافكار في النوع التاني من التطبيقات والمباني والحاجات دي برضو موجود. خلاص، ومع ذلك نتيجة ان السوفت وير مختلف، احنا هنتكلم على ده يعني المحاضرة الجاية، موضوع اختلاف السوفت وير عن غيره والكومبلكسيتي. هو احنا ممكن نقول كمان ان السوفت وير مش بس ديفرنت، هو بيأكد في الشابتر التاني هنا على ان هو كومبلكس. انت ممكن انت لما تكون بتتكلم مع حد من تخصص تاني، خلاص، وليكن مهندس ميكانيكا مثلا، فانت هتقول له احنا السوفت وير ده معقد، هيضحك عليك، هيقول لك لا ده السوفت وير ده كلام فاضي. تمام، يعني دي ممكن الناس تختلف عليها. فاحنا عايزين بس نبقى عندنا ريجيد اندرستاندينج ان ليه السوفت وير هو فعلا كومبلكس، ومش بس كومبلكس، ده ممكن نعتبره الموست كومبلكس، يعني اكتر عمل انساني في تعقيده هو السوفت وير، وهنتاكد من ده المره الجايه ان شاء الله. يعني هديكم الاثبات بتاع ده مقارنه مثلا بالشعر او بالتصميم، تصميم المبنى، او باي عمل انساني او اي عمل بينتجه الانسان وبيقراه بعد كده، هنكتشف ان السوفت وير لسبب وجيه جدا هو اكثر تعقيدا في التعامل معاه. خلاص، فيبقى خاصية السوفت وير نفسه وطبيعته دي نقطة من نقط أسباب الفشل بتاع النسبة الكبيرة من البروجكتس دي. طيب النقطة التانية اللي هي التراديشنال بروجكت مانجمنت، وهي إن أصلا الناس لما كانوا بيتخصصوا خلوا في تخصص اسمه الإدارة، فبقى في ناس بتخش تدرس إدارة وتاخد شهادات في الإدارة وماجستير في الإدارة وإدارة الأعمال والكلام ده، وبقى الناس دي طبيعي جدا ان الناس دي تدير اي منشأة او اي مؤسسة او اي بروجكت يجي بعد كده. يعني نفس الشخص اللي هو واخد شهادة الـ MBA ديت ممكن يدير مشروع
مش هو مش مهندس، لكن ممكن يبقى هو المدير اللي هو بي 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 بيقوم بالشغل الإداري والتنظيم وتخطيط والفيزز بتاعة البروجكت وكده، هو دارس ده. ونفس الشخص ده يروح يشتغل في بروجكت بتاع سوفت وير، خلاص، فبروجكت السوفت وير يفشل وبروجكت الكونستراكشن ينجح. فهو بيقول لنا ان التراديشنال بروجكت مانجمنت ده، وجهة نظر الكاتب ده اللي انا بتفق معاه فيها، لا تلائم نوعية البروجكتس بتاعت السوفت وير. البروجكتس اللي بتطور سوفت وير ما ينفعش فيها التراديشنال بروجكت مانجمنت. فاحنا هنشوف الايه، ان على مدى السنين يعني احنا بدأنا من ايه، من الستينات والسبعينات، خدنا فكرة عن مارجريت هاملتون وعن فريدريك بروكس اللي هم ناس يعني عملوا اللي عليهم في وقتهم. طيب لما الناس اكتشفت بتاعت السوفت وير ان الدنيا صعبة، قالوا ايه، طب احنا نجيب الناس بتوع المانجمنت، نجيب الناس اللي عارفة ازاي تدير مشروع علشان تقسم كده الفيزز بتاعتنا. احنا هنعمل الاول اناليسز وبعدين ديزاين وبعدين هنكتب الكود، وعايزين نعمل التستنج ده بشكل، نعمل بلان، ده بيسموه البلان دريفن، مكتوبة تحت الكلمة دي بلان دريفن. فاحنا عايزين نعمل بلان، نجيب ناس بتوع مانجمنت ادارة علشان ينظموا لنا شغلنا، واحنا نتفرغ بقى للتكنيكال بارت ان احنا نكتب الكود، خلاص. فايه، فاحنا زمان كنا بنستورد التراديشنال بروجكت مانجمنت ايدياز والتراديشنال بروجكت مانجرز، ولحد النهارده هتلاقي ناس كتير حاسبات وهندسه حاسبات في عندهم ماده في الكاريكولم بتاعها اسمها اداره اعمال، وغالبا بيجي حد يديها متخصص في الاداره، مش مهندس او مش بتاع كمبيوتر يعني. فلغايه النهارده هتلاقي ناس كتير، لغايه النهارده في 2021 هتلاقي ناس كتير بتدرس البروجكت مانجمنت التراديشنال على اعتبار ان هم ناس بتوع سوفت وير، ولما يتخرجوا بقى ويفتحوا بروجكت سواء عمل ستارت اب او اشتغل في شركه يبقى عارف الاداره بتتم ازاي. فهنا ده بيفاجئنا بحاجه، ان البروجكت مانجمنت ده ممكن يبقى عظيم جدا في مشروع بناء العماره او في مشروع مثلا في اداره اي حاجه، لكن في السوفت وير بروجكت مش هيمشي معانا، هيبقى في اسامبشنز او طريقه شغل معينه او طريقه اداره معينه ما تتناسبش مع طبيعه السوفت وير اللي هو هيثبت لنا الاول ان هو ديفرنت او اند كومبلكس. طب نعمل ايه؟ السولوشن اللي بيقدمه الكتاب ده اللي هو السولوشن اللي حاليا هو السائد في السوفت وير انجينيرنج انفايرمنت او في الكوميونتي بتاع السوفت وير انجينيرنج، اللي هو استخدام الاجايل ميثود بدلا من ما يسمى الووتر فول او البلان دريفن ميثود. فالاجايل ميثود ده هو ان احنا مش هنلتزم بشكل كامل بالتراديشنال بروجكت، بان احنا نقسم البروجكت كده لفيزز ناشفه كده، هنبقى اجايل، هنبقى سريع، هنتحرك بسرعه، مش هنلتزم ان احنا نبدا نحلل البروجكت 100% وناخد كذا شهر في الكلام ده ونعمل ديزاين ما يخرش الميه كذا شهر كمان، وبعدين نكتب الكود في كذا شهر، وبعدين نقول له استنانا بقى نعمل لك تيستنج بست شهور عشان نضمن لك ان احنا هنديك برودكت شغال صح زي ما انت عايز. ده كده البلان دريفن واي او الووتر فول موديل، اللي هو تقيل جدا، كل مرحله فيه بتاخد وقت طويل جدا. فممكن البروجكت احنا كنا فاكرين كده زمان ان البروجكت ده لانه كبير لازم ياخد سنين، خلاص، زي مثلا الثانويه العامه اللي هم عايزين يعملوا امتحانها على النت، ما ده بروجكت، ده سوفت وير بروجكت، خلاص. فهل احنا نقول له ايه، طب استنى سيب لنا 3 4 سنين هنعمل لك بروجكت ما يخرش الميه، وبعدين بعد 4 سنين هتطبقه على الطلبه مش هيقع زي ما بيحصل دلوقتي. دي طريقه، ده بلان دريفن. بس الكلاينتس عموما عمرهم ما هيبقى عندهم قابليه الانتظار الطويل بتاع البلان دريفن ده، ومش هيشوف حاجه مني غير بعد 3 4 سنين. فممكن بعد 3 4 سنين ابقى عملت سيستم قوي جدا، بس مش هو ده اللي هو عايز، حاجه مختلفه شويه، مش شغال بالظبط زي ما هو عايز، او في حاجه يعني اساسيه مش زي ما. فالمناسب اكتر لطبيعه التفاعلات اللي بتحصل بين الناس بتوع السوفت وير وبين الكلاينتس او الكاستمرز او الاورجانيزيشنز اللي بتستفيد من السوفت وير ده، ان احنا عايزين الدنيا تبقى سريعه شويه. طب فنعمل بلان ونعمل كودنج ونتست الحته الصغيره ونديها للناس ونلف لفه، ده بيسموه زي iterative development، ان انت مش بتعمل البروجكت كله مره واحده، بتقسمه. ودي فكره الاجايل اللي احنا
هنقضي معاها وقت، لان احنا لازم ناخد القصه دي، هي دي قلب او اهم حاجه في الماده ديت، فهم الاجايل ميثودز. خلاص، فيبقى احنا كده نقدر نلخص شويه ان السوفت وير انجينيرنج الفرق بينه وبين البرمجه العاديه. دايما السوفت وير انجينير بنتكلم على المشاريع الاكبر شويه اللي هي الكوميرشال سوفت وير، هنا ده كانه حاجه اقتصاديه. المشاريع اللي فيها ريل كاستمر، سواء كان شخص طالب مني اعمل له مشروع على حاجه صغيره يعني، او كان اورجانيزيشن حكوميه او غير حكوميه علشان نحل مشكلات محدده للاورجانيزيشن ده، يعني هم مش بيهزروا، هم طالبين مننا سوفت وير علشان يحل لهم مشاكلهم، يحسن لهم شغلهم. فلو احنا في الاخر عملنا كان حصل سوء تفاهم بيننا وبينهم، وعملنا لهم بروجكت احنا تعبنا فيه وعملنا فيه بمجهود وعملناه بضمير وكل حاجه، بس احنا من البدايه ما كناش فاهمينهم صح واديناه لهم، هم حتى لو بيحبونا مش هيقدروا يستخدموا البروجكت بتاعنا، لان هو بيطلبوا الهدف محدد، عايز يحل بيه مشكلات محدده، عايز شغله يتم بشكل محدد. خلاص، فهيبقى احنا ممكن نبقى عملنا بروجكت احنا بنيناه كويس وعملنا ديزاين وامبلمنتيشن وعملنا تيستينج، بس عملنا تيستينج لحاجه غير اللي هي اللي الراجل منتظرها او اليوزرز بتوع السيستم ده فيما بعد هيبقوا منتظرينها. ففي الاخر نبقى احنا دخلنا في الرينج بتاع الفيلينج سوفت وير سيستمز، مع اننا شكلنا كده عملنا سوفت وير حقيقي. وطبعا لو لينا فلوس مش هناخدها، وهم هيطلبوا مننا يعني هنخش في ايه، في صداع كبير جدا ومش هنبقى قده يعني. فيبقى احنا عندنا حاجات كتير بتندرج تحت السوفت وير انجينيرنج. الميثودولوجي، المنهج، يعني زي مثلا لو انت بتكتب برنامج صغير، ممكن واحد يبقى منهجه ان هو يكتب الكود الاول، يكتب الجوريثم على ورق وبعدين خطوه خطوه يكتب لها الكود بتاعها على الكمبيوتر. ممكن واحد تاني لا، يكون على طول بيكتب الفكره اللي في دماغه على الكمبيوتر مباشره، ده منهج. فممكن كل حاجه ليها ميزه وعيب. لما بنتعامل مع برامج كبيره وبنستخدم السوفت وير انجينيرنج، فاحنا عندنا طرق منهجيات مختلفه او ميثودولوجيز مختلفه نقدر نشتغل بيها، اللي احنا خدنا كلمه كده في السلايدز اللي فاتت اللي هي كلمه اجايل او ووتر فول، دول تو ديفرنت ميثودولوجيز. خلاص، هنتعرف على الفروق اللي بينهم. وفي ادوات، لان السوفت وير انجينيرنج في عصرنا ده بيعتمد على الاوتوميشن اكتر، احنا عايزين ننتج بسرعه. التايم هو الايه، الموست امبورتنت اسبيكت في الشغل بتاعنا، ان احنا ننجز. فالانجاز ده محتاج ان احنا يبقى معانا ادوات توفر لنا وقت، وبنعمل اوتوميشن للحاجات. يعني بدل ما اعمل التستنج بايدي، ان انا اكتب كود وبعدين اتست، هتست ازاي؟ هتجرب انبوت معين وتشوف الاوتبوت صح ولا غلط، وانبوت تاني والاوتبوت صح ولا غلط، شويه انبوتس وتتاكد ان الاوتبوتس بتاعتها غلط. لو بتعمل ده مانيوالي، كل ما هتغير حاجه في الكود بتاعك عشان تتاكد ان البرنامج ما باظش، هتعيد التستنج ده بايدك وهتضيع وقت كتير. لكن لو انت بتاوتوميت التستنج، فانت الاوتوميشن ده انك انت هتشغل الايه، التست ده، كل ما تغير حاجه شاكك انها ممكن تبوظ حاجه في الكود بتاعك، تتاكد ان كل التست كيسز سليمه. ادوات انت متعود تكتب الكود في اديتور، متعود تعمل كومبايل، ممكن تكون بتعمل ديباجنج بشكل ما، ممكن تكون انت بتشير الكود بتاعك مع زمايلك في التيم عن طريق الجيت هاب مثلا، ممكن تكون انت بتستخدم يعني في ادوات كتير جدا بيستخدمها السوفت وير انجينير حاليا، والشركات بتدي فاليو اكبر للناس اللي بيثبت ان هي متدربه او عارفه ازاي تستخدم او فاميليار بالتولز دي. وفي براكتسز بقى، انك انت وانت شغال، طريقتك انت في تنظيم الكود، طريقتك في تسميه الفاريبلز، طريقتك في تقسيم الكلاسز، يعني البراكتسز ديت وشكل الكود بتاعك ونظافه الكود بتاعك، الكومنتس بتحطها في المكان اللي المفروض تتحط فيه، التستنج، مهتم اصلا انك تعمل تستنج ولا لا. وكلمه انجينيرنج دخلت في السوفت وير لان الانجينيرنج اصلا هو ان احنا نحل مشكلات بطريقه اقتصاديه. كلمه انجينيرنج ديت، خلونا نفصلها هنا عن القصه ديت. الانجينيرنج اصلا، انا خريج هندسه، فلما دخلت هندسه فاول اسبوع ليا كان في دكتور ادانا التعريف ده، فاول اسبوع او تاني اسبوع خلاص
ادانا تعريف كبير، قال الهندسه هي علم وفن مش عارف استخدام كذا لحل المشكلات بطريقه اقتصاديه. انا ما خرجت بس من بالجزء او العنصر الاخير في الديفينيشن ده، ان في مشكله واحنا عايزين نحلها ايكونوميكالي وعندنا كونسترينتس، يعني احنا مش الدنيا مش متسبلنا كده، احنا عندنا كوست ما نقدرش نتخطاه، يعني عندنا فلوس لازم نحل في اطارها، وعندنا تايم يعني مش الدنيا مش مفتوحه، انت لازم توصل للحل ده في وقت within some time. فعشان كده السوفت وير انجينيرنج، الكلمه انجينيرنج دخلت في السوفت وير لان غالبا السوفت وير بروجكت بتاعتنا سبب فشلها الاساسي هو ان احنا الاستيميت بتاعنا، احنا شاطرين تكنيكالي نعرف نبرمج وكل حاجه، لكن الاستيميتس بتاعتنا للتايم والماني هي اللي بتبقى بايظه. حتى لو انت يعني شغلانه صغيره، واحد مثلا صاحب محل بقاله وعايزك تعمل له برنامج صغير يشغله على كمبيوتر كده عشان يتمنظر بيه على الناس، خلاص ان هو عنده باركود وان هو بيطلع لك فاتوره وكده خلاص. فانت ممكن ايه، ممكن انت علشان ما اشتغلتش قبل كده تقول له ايه، طب اديني 500 جنيه وانا اعمل لك البتاع ده في اسبوع، تكتشف ان البتاع ده عشان يتعمل صح ويشتغل محتاج ضعف الوقت ده، وانك انت نفسك يعني هتسيب شغلك مثلا، او يعني الماني هيبقى الاستيميت بتاعك غلط والتايم هيبقى الاستيميت بتاعك غلط. لو في مستوى شركه كبيره وانت دخلت مناقصه مثلا لجهه حكوميه هتعمل لها السوفت وير سيستم بتاع مثلا امتحان طلبه الثانويه العامه ده، او بتاع حجز تذاكر القطر، هتعمل سوفت وير بقى كبير، فانت مش هتضرب رقم وخلاص، يعني لازم يكون في طريقه للاستيميشن، والاستيميشن نفسه ده هو يعني اكتيفيتي طف جدا جدا، يعني اصلا عشان احنا نقدر الوقت والفلوس ده مساله صعبه جدا. علشان كده البروجكتس بتفيل، لان احنا بنلزم نفسنا مثلا ان احنا هنخلص البروجكت في 6 شهور وهو ما يخلصش في 6 شهور، بس بنفتكر ايه، انا هشتغل ليل نهار، فبقع في الميثيكال مان مانث ايرور ده، ان انت نفسك البرودكتيفيتي بتاعتك لو انت مثلا بتشتغل يوم عمل طبيعي 8 ساعات بتنجز قدر معين من الشغل، فانت فاكر انك انت لو سهرت بالليل هتعمل ضعف الموضوع ده خلاص. زي مثلا انت بتسمع، ممكن انتوا تكونوا بتسمعوا ده، ان واحد يقول لك، واحد من الناس اللي بيدرسوا لكم مثلا يكون اشتغل بروجرامر او له خبره برمجيه، او واحد فيكم او واحد اكبر منكم راح اشتغل وكده، فيقول لك ده احنا البروجكت مثلا لما بنوصل للديو ديت بنقعد ايه سهرانين ليل نهار بنبات في الشركه. انا حصل لي ده في بدايه حياتي، يعني ان كان في مثلا بروجكتس بيبقى ليها ميعاد تسليم معين فبنسهر، الناس بتبات في بيناموا تحت المكتب بتاعهم وبيجيبوا الاكل في بيبقوا عايشين في الشركه كده اسبوع ولا حاجه علشان يلحقوا ينفذوا. طب ايه النتيجه بتاعت ده؟ ان احنا نتيجه ان احنا كان الاستيميت بتاعنا وحش، فاحنا بنقعد نشتغل اكتر، جوده الشغل اللي بنعمله مش احنا مش مكان، يعني البشر ما هماش مكان. لما الاستيميتس بتاعتنا بتختل وبنكتشف ده، بيبقى دايما الرياكشن بتاعنا بيسوق الحاجه، ان احنا مثلا بنشتغل اوفر بنسهر، فبيطلع شغل كفاءته وحشه في التستنج بيبان ان هو ضعيف جدا، بنطلب من الكلاينت يزود الفلوس ويزود الوقت فبنخش في صراعات ويقول لك ده في عقد وشرط جزائي وكده، فبنكتشف ان احنا لو كملنا البروجكت هندفع من جيبنا، هيبقى هو خلاص مفيش فلوس تانية هتيجي من العميل واحنا عايزين نسلم له الشغل، فالشركة بتدفع للمبرمجين والفريق الناس وبتدفع فواتير بقى للشركة والكهرباء والمية ومش عارف ايه على الفاضي، فالشركة دي ما بتستمرش كتير والناس دي بتفقد شغلها والسوفت وير بروجكتس بتاعتنا بتفشل للسبب ده. عموما دي مجرد مقدمة بس عشان نفصل نفهم بس هو السوفت وير انجينيرنج ده بيتكلم عن ايه، لكن طبعا في المحاضرات الجاية هنركز على موضوعات محددة بتفصيل اكتر. احنا في المودل بيج بتاعتنا في اساينمنت هتستعينوا بحلقة كده عاملها نبيل ثروت زي كاست. نبيل ثروت هو يعني ملف صوت هو بيتكلم في حلقة نمرة 3 اللي هي في العنوان ده. هو طالب زيكم في سنة تالتة وبيتكلم على
هو حابب يبقى سوفت وير انجينير يمكن، فهو بيتكلم على الفجوه اللي بين الدراسه والدكاتره الوحشين والكده وبين الشركات اللي مش بتدي فرص للطلبه لان هم ما درسوش الحاجات دي، يعني هو بيشتكي شكوى كده. فاحنا عايزينكم تسمعوا الربع ساعه اللي هو بيتكلمها ديت، وباسلوبكم انتوا تحاولوا ايه تجاوبونا، هتكتب ارتكل او هتسجل كاست شبه اللي هو مسجلها تقول فيها رايك في النقط اللي انا كاتبها لك ده. محتاجين بس الاساينمنتس بتاعتنا في السمستر ده تتعاملوا معاها بجديه، ويبقى مجهودك مش نقل من حد ولا نقل من موقع، يعني عايزين انت لما تقدم حاجه تبقى الحاجه دي انت اللي عاملها باسلوبك انت، خلاص علشان تضمن الدرجات ما تتلغيش لازم تقنعني ان انت اللي عامل الشغل ده. اتفضل توني. هو انا يعني دكتور اسجلها ريكورد يعني ولا اكتبها؟ لو عايز إيه؟ تكتب ممكن تكتبها وتبعت لي مثلا الملف، او تكتبها في الـ في الـ في المودل على طول هتلاقي اديتور كده تكتب فيه، او تكتبها انت كملف وورد او بي دي اف، او تسجلها ملف اوديو زي اللي هو زي اللي انت هتسمعه كده لو حابب. تمام. لو مثلا كتبنا نكتبه انجليش ولا عربي؟ الافضل انجليش طبعا، الافضل انجليش. لو مش بتعرف انجليش هتكتب عربي، بس احنا اصل انت هتقرا حاجات وتشتغل في الكورس ده انجليش، فمفروض تتدرب يعني حاول تدرب نفسك، وعندك وقت لغايه يوم الجمعه اسبوع كامل اهو انك انت تعمل القصه ديت. تمام. طيب خلونا كده، انا هدخل الناس اللي بره دول. خلوني اخد الغياب واسيبكم. انا كنت هاخد ثواني كده. كل الناس كاتبه اسمها مش كده؟ اسمها الحقيقي؟ لا، في حد كاتب اسم انت؟ مش مشكله، خلاص انا عارف. طيب خلوني كده بدل ما انا اسم اخد سكرين شوت. نعم. انا ما كتبتش اسمي في الشات. شات؟ انت مش بتكتب اسمك في الشات اصلا. واحده واحده كده، انا هاخد بس سكرين شوت بدل ما نادي اسم. تمام. اعذروني دقيقه واحده، ما حدش يمشي. تمام يا شباب، خلاص اللي عايز يمشي يتفضل. دكتور اتفضل. هو هنذاكر سلايدز ولا هنذاكر الكتاب الاصلي ولا ايه بالظبط؟ الاثنين، هتذاكري السلايدز والكتاب. تمام. الكتاب احنا النهارده خدنا ايه؟ اتكلمنا على شابتر 1 كده، ما خدناش كتير يعني انت لو قريتي الشابتر اللي احنا قلناه 3 صفحات اكيد هيبقى هياكد الكلام اللي انا قلته يعني. خلاص اشوفكم بقى الاسبوع الجاي ان شاء الله. ممكن يا دكتور بس تحط لنا الثلاث صفحات دول على هيئه بدايات الكتاب كله؟